متابعينا الكرام، اهلا بكم في هذا البث المباشر والعاجل من منطقة عين ديابة، بالضبط من ضريح سيدي عبد الرحمن. حاليا السلطات المحلية تهدم بعض البيوت بجنبات الضريح التي كانت تستغل في بعد السحر والشعوذة. كتلاحظوا معنا جرافة السلطة، مكاين أعفس هاد الضريح اللي كان فيه عاد واحد تقريبا واحد كم هائل من نقولوا حنايا. تعليمات من السيد الوالي تمت إزالة هذه البيوت هذه اللي تقريبا واحد نسبة فيها كبيرة كانت تستغل في السحر والشعوذة. حاليا جل المصالح السلطة المحلية تتواجد بجانب السيد عبد الرحمن من أجل تنفيذ هذه العملية الكبيرة، كنعتبرها كبيرة. تقريبا الواد المنطقة معروفة تقريبا سنين هي معروفة البلاصة هذي سيدي عبد الرحمن. كاين بعض البيوت اللي كانوا كيستغلوا في الشعوذة كيستغلوا، كاين بعض البيوت كانوا الناس واخدينهم من أجل النزهة. كانوا بعض الناس ساكنين هنايا، ماشي كانوا كلشي كيمارسوا الطقوس هادي، ولكن كانوا بعض الناس ساكنين هنا، كانوا محلات تجارية في الدخلة، كانوا بعض البيوت كيستغلوا في الشعوذة، معروف هاد القضية. حضور كثيف لرجال القوات المساعدة، كذلك السلطات المحلية والمصالح الأمنية من أجل إتمام هذه العملية اللي كتعتبر عملية كبيرة. هاد البلاصة هادي راه تقريبا معروفة أعوام وأعوام، معمر شي حد قدر يوصل ليها. بتعليمات من السيد الوالي حاليا تتم الهدم ديال هاد البيوت اللي كانت اللي بالجنبات ديال الضريح. معلومات متوفره بانهم هاد البيوت كلهم اللي بالجنب الضريح كلشي غيتحيد، ما يبقاش شي واحد فيهم، كلشي غيبقى الضريح بوحدو ولا غيبقى.
من الخليج.